أغلب الدول المتعددة اللغات تتبنى لغة رسمية خاصة بها ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية. ترى ما هو سبب ذلك؟ لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بجعل الإنجليزية لغة رسمية للبلد، إذ رأى الآباء المؤسسون عدم الحاجة لفرض لغة رسمية، بالرغم من أن الإنجليزية كانت مهيمنة على الساحة. والسبب في ذلك هو عدم إهانة المواطنين الناطقين بلغات أخرى آنذاك، مثل الفرنسية، الألمانية، الهولندية ولغات الهنود الحمر المتعددة الذين شاركوا في حرب الاستقلال ضد التاج البريطاني.